لعل الكثير حدثت الآن. كل ذلك كان بناء على أنه المجلس الأعلى للدولة عقد اليوم صباحا جلسة واعتمد هذه المبادرة ليقدمها للأطراف السياسية في ليبيا وللمجتمع الدولي للنظر فيها ومحاولة تطويرها وفتح الباب النقاش حول هذه المبادرة من أجل أن تحقق توافق أكثر وتنجح العملية الانتخابية وتتحقق انتخابات تنتج استقرار. تقترح المبادرة إجراء انتخابات رئاسية بنظام قائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة وفقا للتعديل الدستوري 11 الصادر عام 2018 الصادر عن مجلس النواب، وتكون اختصاصات كل من الرئاسي ورئاسة الحكومة وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلس النواب والدولة لسنة 2017 في حوار تونس، ويكون موعد إجراء الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية. بأن تكون الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسي 4 سنوات من تاريخ انتخابهم ولدورة واحدة وغير قابلة للتجديد. توصيات عامة: ولضمان نجاح هذه المبادرة، أولاً تلتزم الحكومة بتوفير كافة الإمكانات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها. ثانياً تلتزم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمراجعة سجل الناخبين ومطابقته مع منظومة الأحوال المدنية. نحن بحثنا عن جميع نقاط التلاقي والتوافق السابقة وجمعناها في هذه المبادرة لكي نحشد عليها أكثر توافق بين الأطراف السياسية في ليبيا. ومن بين هذه النقاط التوافق التي اقترحتها اللجنة هو أن يكون قانون انتخابات نيابية وفق قانون انتخابات الذي أعد المجلس الوطني الانتقالي، وبناء عليه تم انتخاب المؤتمر الوطني العام. هذا القانون يتيح للقوائم وللأفراد الترشح، أيضا يسمح للإخوة الذين ترشحوا وفق القانون السابق بالمشاركة. Yeah.